بقالي سنين سنين حقيقي بدور على حل. لإيه؟ لضوافري، يعني الوحيدة اللي في صحابي شكل ضوافري متاكل ولا بتطول، وشكلها مش شكل ضوافر، بنوتة أساسا. بقالي سنين هموت ولاقي لها حل، مش لاقيه لها حل، ولقيت لها الحل. مهما خدت فيتامينز ما كانتش بتنفع، مهما اعمل لها اي حاجه، مهما احط لها اي حاجه، الحاجات اللي بتتجاب عشان تحط على الضوافر مفيش اي حاجه نافعه معاها. ولو خدت فيتامينز حتى عاديه وبتقعد مثلا فتره، ممكن تكون بتوصل للطول ده، بس عمرها ما بتبقى بالقوه دي زي ما انتم شايفين. ده هنعتبر نفسنا مش واخدين بالنا، لان ده اتخبط جامد قوي 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 في الدولاب لحد ما اتقطم يعني. بس لكن مثلا مع الخبطات العاديه ما بيجرالوش حاجه، مع مثلا المواعين طبعا والميه ما بيجرالوش حاجه. حتى لما كنت باخد فيتامينز مع الميه كانت حقيقي بتبوظ على طول جدا جدا، ما كانتش بتبقى بالقوه دي او بالسمك ده، مع اي خبطه كانت بتتكسر على طول. يعني ده خد خبطه جامده قوي قوي من الدولاب عشان يتقطم بالشكل ده. فيعني ده الحل الوحيد اللي حقيقي ان انا لقيته، ولقيته بالصدفه جدا، هو الفيتامينز ده. وللاسف يعني هو دي مشكله، بس هنحاول نحلها، ان هو مش موجود هنا قليل قوي. ولما دورت كمان في كل الابلكيشنز مش موجود، يعني كل الابلكيشنز اللي عليها فيتامينز وحاجات مش موجود، بس في صفح كتير قوي. يا ريت الصفح دي اللي بتجيب فيتامينز من بره يبعتوا لي او يكتبوا لي اسم الصفح بتاعتهم اللي عندهم الفيتامين ده. فالفيتامين ده اسمه ناتشرز باونتي، ده اسمه، وهو موجود او هو مكتوب ان هو للشعر وللسكن وللنيلز. حقيقي انا كنت واخداه اساسا عشان شعري، ما كانش في دماغي موضوع بقى ساعتها ضوافري، لان انا ساعتها لما كنت راجعه من بره، الميه بره كانت مبوظه شعري بطريقه لا تتخيلوها، وكان بيقع سلاسل كده، سلاسل بتقع قدام عيني، ووصلت ان انا زعلت عليه. وطبعا الزعل على الشعر ده بيبهدل الدنيا، بيخلي الشعر اساسا ما يطلعش. بس ده الحاجه الوحيده لما خدته، ابتديت اخده، لا الشعر التساقط ابتدى يقل جدا جدا جدا. الضوافر بقى ساعتها ما كنتش مركزه ان هو كمان للضوافر، الضوافر ساعتها اتطورت زي ما انتم شايفين كده، بتتكسر الصراحه، بس كل فتره كبيره، يعني بعد ما بيرجع يطول بتتكسر. بس الضوافر حتى لما بتطلع بتطلع قويه، بصيله الشعر بقت بتطلع اقوى من الاول، تساقط الشعر بقى قليل جدا. يعني مثلا الشعر لو كان بيقع 80% هو بيقع دلوقتي 20% حقيقي بجد. الضوافر لو كانت مثلا بتتكسر كل 4 ايام، انا دلوقتي مثلا الضوافر ممكن تقعد معايا حوالي 3 اسابيع. ده بالنسبه للضوافر، يعني انتوا ممكن تكون ضوافركم بتقعد اكتر، لان انا في الطبيعي ضوافري اساسا ما بتطلعش وما بتطواش، ودي اكتر حاجه حقيقي مضايقاني جدا. بس بصيله الشعر الحمد لله زي ما اتفقنا بقت اقوى. البشره فرق معايا جدا بجد بجد في شكل البشره، البشره بقت شكلها صحيه اكتر ونضره اكتر، طبعا مع السيرمز والفيتامينز اللي احنا بنحطها. فده من اكتر الحاجات اللي خلت البشره عندي كمان نظيفه وصافيه. الجلد بتاع الجسم كمان ما بقاش ناشف زي الاول، طبعا ده مع استخدامي دي لفتره طويله، بقالي اكتر من شهر اتنين وانا بستخدمه. فاحنا حاليا خلاص في شهر 6 وداخلين في شهر 7، فاكتر من 4 شهور بستخدمه. انا كان معايا عبوه صغيره غير دي وخلصتها وجبت علبه جديده. فحقيقي ده من اكتر الحاجات اللي حاولوا ان انتوا تلاقوا مثلا، يعني خدوا سكرين شوت وهتلاقوا في صفح على الانستجرام اي ثينك بتجيب فيتامينز من بره. هو من اكتر الحاجات التحفه بالنسبه للشعر والجسم وكمان الضوافر. تعالوا بقى اوريه لكم هو من جوه، احنا بس بنضغط على العلبه كده بحيث ان هي ايه يعني. استنى. بصوا بنضغط على العلبه على تحت وبعدين بنبتدي نلف، تمام؟ عشان انا في الاول كنت بعاني ان انا افتح العلبه ازاي لحد ما اكتشفت ده. وده شكله من جوه، تعالي اطلع. هو عباره عن جم كده بيتمضغ، وبس بتبلعيه على طول، بيتمضغ الاول بس وبعد كده نبلعه. غير مثلا
غير اي برشام العادي. في منه برشام عادي وفي منه جام، بس انا جبت الجام لان انا باخد برشام كتير وعلاج كتير، فمش حابه ان يبقى كتير قوي على معدتي. وكمان احنا بناخد في اليوم من واحده لثلاثه، حقيقي بناخد من واحده لثلاثه، هبلعها واجيلكوا عشان مش عارفه اتكلم. المهم مشكلتي معايا ان هو طعم مسكر جدا جدا جدا، وانا ما بحبش حاجه مسكره. بس المهم ان هو في اطعم بالفراوله واعتقد بالتوت اللي انتوا حابينه، وزي ما اتفقنا كده انا جبت الجام عشان خاطر ناخدش برشام كتير في اليوم، وكمان هو بيتاخد منه من واحده لثلاثه بناخده يفضل بعد الاكل. انا باخد الصراحه بالكتير قوي اتنين، يعني هو من واحده لاثنين في اليوم، مش بقدر اخد اكتر من كده لان هو مسكر. وطبعا عشان خاطر ما اخدش حاجات كتير، بس بعد الفطار باخد واحده، وبعد الغدا ساعات باخد واحده، مش على طول، مش يوميا الصراحه. بس ده كان الفيتامين بتاعنا. هو العلبه الكبيره دي فيها حوالي 140، هي 140 واحده مش هم حوالي، هي 140 واحده. الصغيره كان فيها اي ثينك 80، يعني اعتقد 80، ودي 140. فانا جبت المره دي الكبيره عشان تقعد معايا فتره اطول، لان انا مش بلاقيه الصراحه كتير. تمام. ايه تاني بقى؟ بس هو فيه فيتامينز كتير زي ما انتم شايفين كده، انا طبعا مش هقراها، بوروها انتم لما تجيبوه ان شاء الله. بس انا قلت اقول لكم تجربتي مع اكتر حاجه فرقت في ضوافري وشعري وبشرتي زي ما انتم شايفين كده. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من تجربتي مع الفيتامين القمر ده. ويا ريت لو في يعني تنبيه اخير برضو للصفحات اللي بتبيعوا، يا ريت تقولوا لنا اسم البيج بتاعتكم ايه عشان خاطر لو حد عايز يجيبه. وبس كده، اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، ويا رب تكونوا استفدتوا من التجربه القمر دي احسن تجربه ممكن اكون جربتها. واشوفكم على خير وسلام.